مساء الخير. خلاص انتهينا من اعمال الحديقه وخلصت خلاص، وده الفينشنج النهائي ليها. خلصت خلاص وتم وضع الشلال، وضع الاغراض اللي هي خاصه بالحديقه دي شلناها، وقعد كده الريفه، وهنا في طائف تمام ودي عصافير. طبعا المرشاط شغال عليا مغرقان وانا واقفه لانها شغاله بتجي كل الزرع اللي قدامها تمام. وادي التنسيق بتاع الحديقة. اوكي خلصت خلاص الحمد لله. باقي بس البلعات هوريها لكم، وانا دلوقتي شغالة فيها بلوانة. وكده خلاص بكده تكون انتهت اعمال الحديقة والارضية اللي هي باسم الزرافة. تم الحمد لله، ارجو يكون شغلي عجبكم، يكون حاجة كل حاجة عملتها في معدتي. ودي أول جسم الزرافة خلاص انتهت الحمد لله. تابعوني دايما على كل هو جديد على قناة شاهين جديد مصر.